مباراة حبس الأنفاس، مباراة الموت، مباراة الخلاص، مباراة قس على هذه العناوين. هذه مباراة مجنونة، مباراة فاز فيها سوريا بالروح فقط، والذي تقمص دور البطل وقائد السفينة اليوم هو المواس، ذلك رقم 10 الذي اليوم لعب بكل روحه. هو شرس 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 اليوم، اليوم هو من يدافع، من يمرر، من يصنع. من سوريا عندها مشكل في الدفاع بكل صراحة، سنتحدث عن كل هذا، خليكم معنا. ومبروك لسوريا، مبروك 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 للشعب السوري، مبروك لكم يا أخي، سيروا على هذا المستوى، ستتأهلون أنتم الأولون إلى كأس العالم في هذه المجموعة. هذه مجموعتكم، مجموعتكم لن تتنازلوا عنها، ابقوا هكذا بهذا الصمود وبهذا الروح، ستتأهلون أنتم الأولين. رايا أخي جرح قد ولا مقد؟ قد مالك تجي خسد دمياطي. السلام عليكم الخوتش، كتعاودوا هاني ناشطين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا ويعجبوا في هاد الفيديوهات ديالنا يتابونوا وفعل الجرس، شكرا لكم. اليوم غنحلوا المباراة القمة في ديك المجموعة اللي جمعات منتخب السوري بالمنتخب الصيني، وهما اللي ينافسان بعضهم بشراسة للتأهل. واليوم أثبت لنا سوريا أنه فريق عنيد، فريق قوي روحيا معنويا تجانسيا، لن يتنازل عن التأهل لكأس العالم. هذا الموسم سوريا عليها أن تكون في كأس العالم. لنبدأ الآن. ما أزعجني في هذه المباراة هو عند تسجيل سوريا الهدف الأول في الدقائق الأولى، رجعوا للدفاع وتركوا اللعب وأعطوا اللعب وأعطوا الكرة للمنتخب الصين. لماذا دائما هذا التفكير وهذه الطريقة عند غالبية المدربين؟ لماذا عند تسجيلكم الهدف الأول تركوننا للدفاع ولا تحاولون تسجيل المزيد؟ لماذا؟ ورأيتهم الصين ما عندها ولا شيء. وما أزعجني في المعلق أيضا الذي يقول الصين تلعب كرة جميلة وعندهم رقم 7 خطير. لا خطير، ما خطير، ما والو، رقم 7 فقط عليك أن تقف أمامه، ما عنده ولا مهارة، فقط السرعة. إذا وقفت أمامه لن يمر، لن يتجاوزك، لأنه فقط يلعب على الركض 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 فقط. ومدافعي سوريا بكل صراحة سيئين جدا، هذا هو النقطة السوداء في منتخب سوريا. المدافعين مع رؤوس الحربة سيئين جدا. اللاعب الذي عنده اللحية كبيرة واللاعب الآخر الذي عنده الشعر، لا أعرف أسمائهم، ولكن سيئين بعكس الهجوم الخرافي جدا. وسوم اليوم كان فقط محطة، يلعب للنواس ويلعب للمواس ويلعب للرقم 11 الذي سجل هدف، فقط يلعبون من اجل محطه، يركنون لهم الكره العاليه ويلعبون اللاعبين الاجنحه، يلعبون ان يحاولوا الدخول للمرمى. راينا المواس اليوم يعود للدفاع، يعود للوسط، يمرر، يعطي الهدف الاول، يراوغ، يضغط، يفتك الكرات، فعل المواس اليوم كل شيء. فقط هذا ما هو اليوم الذي تقمص ونجم المباراه بعموم بكل صراحه. وبعد دخول ايضا عمر الثاني الذي دخل في رقم 7 الذي دخل في الشوط الثاني الذي كان الشعب السوري في انتظاره، ايضا حرك المباراه وساهم في الهدف الثاني. العرضيه التي كانت ذاهبه للسومة تقول للسومة اضربني للشباك اضربني للشباك، ولكن مدافع الصين تقمص دور السومة وسجلها في مرمى ليبعث الفرحه ويفرح كل الشعب السوري. المدافع الصيني اليوم تقمص مهاجم سوريا وتقمص اللاعب الذي سوف يعطي الفرحة للشعب السوري بأجمعه بأكمله. ولكي لا أتقدم في الحديث سأرجع إلى النقطة التي سجل فيها الصين الهدف الأول، ذلك المدافع أو لاعب وسط الميدان الذي كان يريد أن يبعد الكرة بضربة مقصية. لماذا يا حبيبي دائما تحاولون البحث عن الطريقة الصعبة؟ العب السهل فقط، كرة عندك ولا وما عليك، وليس عليك أي ضغط أو أي ضغوطات، بشوية عليك اضرب الكرة بكل برودة. ولماذا تحاول أن تضع عليك الضغط وتريد أن تضربها بتلك الطريقة العجيبة وأعطيت الصين هدف قاتل؟ لماذا؟ المنتخب عكس الفريق، المنتخب عليك دائما أن تضع بين عينيك أنك لا تلعب لنفسك أو لمالك أو لنقودك، لا، أنت تلعب لعائلتك، لشعبك، لقومك، لكل أو لقارتك عموما، العرب، أنت تلعب لهم كلهم. يعني ليس عندك الحق في أن تعمل أن تفعل مثل هذه اللقطات السذيجة بكل صراحة، لأن هذه كانت تكلف، لو سجل عليهم الصين الهدف الثاني كانت ستكلفهم تلك اللقطة، وذلك اللاعب سوف يسطر عليه دائما بالسطر الأحمر من عند الشعب السوري كامل، لأن خطأ لا يغتفر
بكل صراحة. ومشكل الدفاع الذي السوري يخافون يتسرعون، لماذا يلعبوا كرة؟ سوريا عندهم فريق مرعب، والله عندهم فريق مرعب. أنا أتعجب لماذا سوريا لا يلعبون التيكي تاكا، لماذا لا يلعبون التيكي تاكا؟ عندهم لاعبين مهاريين، لاعبين سريعين، لاعبين يعطون أسيستات مثل أجنحة المواس واللاعب الآخر عماري، أيضا عماري الذي سجل الهدف الأول رقم 11 اسمهم لا أحفظه عفوا. عندهم لاعبين تكتيكيين ومتعه. وانا المواس اليوم ارى لاعب دور ميسي الذي عندما لا يسجل يعطي الاسيستات ويعطي الامتعه ويعطي الاهداف ويعطي يعطي كل شيء للفريق. هذا ما فعله المواس. وايضا السومه يتالق، وحتى وان لم يسجل اليوم راينا ضربه الخطا لو سجلت يا قنب قذيفه 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 صاروخيه على على ريشتر على على قوه مدار ريشتر. المهم من كل هذا الفوز إيجابي دائما في المباريات التي تكون فيها الهدف التأهل لكأس العالم أو التأهل لكأس آسيا أو التأهل لأي مسابقة قارية. لا يهم في هذه المباريات الكبيرة، لا يهم الأداء أكثر مما تهم النتيجة. واليوم سوريا أتت بالنتيجة، هذا هو المهم. علينا أن نفرح، علينا أن نسعد. وأيضا خطة المدرب، يا مدرب عليك أن تفهم أن عندك لاعبين ليس من طبيعتهم الرجوع للدفاع. لعبت بأربعة ثلاثة ثلاثة، خطة جميلة جدا. هذه الخطة تعتمد على المتعة أكثر ما تعتمد على الدفاع. إذا كنت تريد أن تلعب على الدفاع فلعب بخمسة أربعة واحد، هذه خطة الدفاع. أنت لا تلعب على الدفاع، تلعب على الهجوم. فلماذا عند تسجيلك الهدف الأول رجعت إلى الدفاع وتركت الصين تحاول، والصين كانت أن تضع أهدافا بغباء المدافعين وبغباء أيضا الخطة الذي لعب بها المدرب عند تسجيل الهدف الأول؟ لا، سجلت الهدف الأول والصين بدأت تفقد توازنها وترتكب. اضغط اكثر وسجل اهداف اكثر. عند تسجيلك الاهداف اكثر تضمن المباراه، لا تضع المباراه على المحك مثل ما فعلتم حتى بغلط غلط، حتى دخل لاعب رقم سبعه وغلط مدافعين عاد تفوقت. تعلم من هذه المباراه، خذ درس من هذه المباراه، لان التاهل يحتاج منك قوه ويحتاج منك تفكير، يحتاج منك ان تعرف كيف تدبر المباراه وتسير المباريات وتلعب كل مباراه على حده. لا تلعب بهذه الطريقه مع هذه المباراه وهذه الطريقه مع المباراه، لا، كل مباراة تدرسها من حيث إمكانياتها وقدرات لاعبين ذلك الفريق وكيف يلعب ذلك الفريق. اليوم لو سوريا لعبت كرة هجومية تكتيكية تيكي تاكا والهجمات العكسية وأيضا طريقة الكرة لمسها تق 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 حتى الهدف لو سجلوا اليوم أهداف كثيرة. لأن حتى مدافعي المنتخب الصيني ليسوا ذلك الدفاع الخرافي. الصين أنا ما تعجب لي هذه يطبرون لهذا المنتخب الصيني لا شيء بمقارنة مع إمكانيات اللاعبين السوريين. فقط سوريا هي من تهاونت اليوم بكل صراحة. رغم هذا الفوز وهذا الشيء تهاونت سوريا اليوم، منتخب سوريا تهاون. فقط الذي لم يتهاون هو المواس وأيضا السومة، وحاول ولكن ليست مباراته هذه. المهم مبروك للشعب السوري، مبروك لسوريا عموما، مبروك لنا العرب. نتمنى أن تكون هذه هي مباراة التأهل بكل صراحة، لأن سوريا تستحق كأس العالم، تستحق أن تفرح شعبها وتستحق أن تفرحنا ونشجعها، وتكون في كأس العالم في قطر منتخبات عربية كثيرة وقوية مثل سوريا. بكل صراحة سوريا منتخب عربي قوي جدا، لو وجدوا مدرب يعرف استخدام إمكانيات لاعبيه والله لا وصلوا لمكانة أخرى غير هذا المكان اللي فيها الآن. هذا ما كان في هذه المباراة. وأيضا المعلق الذي أسعدني في لقطة عندما كانت الدقائق الأخيرة والركنيات متتالية من الفريق الصيني، والمعلق يقول الله يستر الله يستر الله يستر. دعاء جميل جدا وفي صالح سوريا. ومبروك مبروك، ساهموا اليوم رجل المباراة كما قلت لكم المواس، وكل لاعبين قدموا مستوياتهم. فقط المدافعين عليهم أن يتدربوا كثيرا. الدفاع يا حبيبي يمكن عند فريق يعتمد على الضغط العالي أو فريق سريع جدا كل عناصره سريعة، رأيتم رقم سبعة فقط هو اللاعب السريع عنده مخالقة متاعب. وتخيلوا معي لو هنالك فريق يواجه سوريا وعنده جميع المهاجمين الثلاثة قمة في السرعة، كيف ستواجههم بهذا الدفاع إذا كان سيء مثل هذا اليوم؟ لا، الدفاع عليهم أيضا يتدرب وأن يتحسن وأن يحاول التطوير وأن يحاول العمل على السرعة واللياقة البدنية، لأنهم اليوم خانهم اللياقة البدنية. وتراهم أنهم لاعب أيضا الذي عنده اللحية في لقطة رأيت أنه صافي تعب خلاص، خلص من التعب. لا نريد هذا، أنت منتخب، أنت تمثل دولة وتمثل مسابقة التي يسعى الشعب كله للتأهل إليها. عليك أن تركز، عليك أن تعمل على نفسك، عليك أن تكون في قمة الحدث، عندك أن تكون في مستوى الحدث.
هذه لكم الكلمة التي أقولها، ومبروك للشعب السوري، مبروك للاعبين، قدمتم مباراة جميلة. هذه المباراة استحق اليوم فاز الأحق، من يستحق. حتى وإن سوريا ليست هي من قدمت الكرة الرائعة، ولكن حتى الصين لم تقدم شيء، يعني أقل متعة يستحق اليوم هو سوريا. مبروك عليكم، مبروك، نشوفكم في مباريات أخرى، والسلام عليكم.